السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لأول مرة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس و يعني عشان يوصلك كل الاشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. مباراه النادي الاهلي وبيراميدز انتهت، لكن تعالوا ناخد بعض الاراء حوالين المباراه والتعليقات من بعض النقاد الرياضيين. بدايه شفنا المباراه وشفنا الاستديوهات التحليليه، وزي ما قلت لحضراتكم في النادي الاهلي ضرب الجزاء في الشوط الثاني اللي هي بتاعت حسين الشحات، كل الاستوديوهات التحليليه قالت ان دي ضربه جزاء رغم وجود مفيش اقل من متر ولا متر ونص ما بين حسين الشحات ومدافع بيراميدز، والحكم الخامس واقف مفيش بينه وبينهم متر متر ونص، لكن للنادي الاهلي لا، دي مؤامره يا اخوانا. جهاد جريشه في حد ذاته انه يحكم مباراه للنادي الاهلي بالاهميه دي مع بيراميدز دي مؤامره في حد ذاتها. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يعني مع الاسيوطي، النادي الاهلي كان بيلعب الاسيوطي قبل وجود بيراميدز في المسمى الاساسي بتاع الاسيوطي قبل ما يدخل تركي آل الشيخ. النادي الاهلي كان بيلعب الاسيوطي وكان جت كوره لجونيور اجاي، حصل ما بينه وبين لاعب الاسيوطي احتكاك وكمل جونيور اجاي وجاب جول، المفروض انها تتحسب يعني مدافع الاسيوطي زق جونيور اجاي واجاي كمل وجاب جول، يعني استمرار اللعب والكلام ده كله والمصلحه في صالح والفاول لصالح لاعب النادي الاهلي. راح عمل ايه جهاد جريشه؟ راح مرجع اللعبه تاني وحسبها فاول للنادي الاهلي. طب حسبها لي فاول ليه؟ طب ما هي جت جول، وقبل كده برضه في مباراه النادي الاهلي جاب جول جهاد جريشه. هو ده جهاد جريشه يا اخوانا اللي بيصنفوه يقول لك بيكره الزمالك. وقلنا جهاد جريشه ايه ومنين وبلد مرتضى منصور وعشق وقصه غرام بينه وبين مرتضى منصور في الفتره الاخيره لما وادي مش لمسه يد، يعني مش عايزين يا عم الكره الاولانيه لا خبطت في جسمه بعد كده تخبط في ايده مش عارف ايه. لكن الغريب الحكم ياسر عبد الرؤوف اقر ان حسين الشحات له ضربه جزاء والنادي الاهلي له ضربه جزاء اثرت على نتيجه المباراه. احمد الشناوي على اون سبورت قال ان ياسر عبد الرؤوف ده انا بعتقد ان هو زملكاوي لانه بيطلع على طول بيشكروا فيه خالد غندور واحمد جمال وبيشكروا في ياسر عبد الرؤوف، فده ما فيش فيها شك. احمد مش هنقول لو احمد الشناوي قال يبقى هيبقى فيها كلام، لا الاثنين قالوا ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي. يعني بنقول انه ما بيشوفش جهاد جريشه لمسات اليد، اديك شفت، لكن شاف لمسه اليد بتاع محمد هاني وما حسبش ضربه جزاء بتاع حسين الشحات. طب انت جاي تعمل ايه وانت يا عم سمير يا عثمان؟ انت جاي ما يا سبحان الله، يقول لك كان جاي للنادي الاهلي وجاي من النادي الاهلي، لا اظن بعد كده هيتكلموا عنه يرفعوا له القبعه، احنا مبسوطين بسمير عثمان. عارفين مشاكل جهاد جريشه الاخيره، والراجل فشل في اداره مباراه الترجي والوداد وكان موقوف ست شهور، هنا ابو ريده وقف جنبه ورفع عنه الايقاف والكلام ده كله، جايين تبلونا احنا وتقرفونا. برضه مش هنرمي شماعه فشلنا على غيرنا، لا، جهاد جريشه سبب من ضمن الاسباب، لصارتي اللي بيلعب كرة ما حدش فاهم فيها اي حاجه، او مش عارف بيلعب بطريقه لعب او الفكر اللي بيحاول يطبقه لصارتي او بيلعب مش عارف، احنا مش قادرين نوصل له يا جماعه. احنا مش قد في الراجل ده اكبر مني بمراحل، ابعد عننا يا شيخ، يعني ربنا يكرمك يا اخي يكفيك شر البلاوي يا شيخ، ابعد عننا، انت مش قد احنا ما نستهلكش يا اخي. وليد ازارو برضو اللي اتكلمنا عليه، انا عايز حد من الناس بقى اللي طلعت تقول لي بلاش تحبط اللعيبه وبلاش تحبط النادي الاهلي بعد مباراه تطلع بره، ده اللي انا كنت خايف منه، ده اللي انا كنت خايف منه. وصلنا للمرحله وطلعنا من بطوله، بطوله هي ماتش، كاس مصر ايه؟ بطوله هي ماتش زيها زي بس ربنا يكرمنا بقى. وليد ازارو مهاجم، من ضمن الحاجات الغريبه اللي تاكد لك ان لاسارت ده ما ينفعش للنادي الاهلي، يعني طلع في المؤتمر الصحفي قال لك هو اذا كان له حق، يعني هو اذا كان الكلام ده منطقي وهم حق معاه حق فيه، لكن يعاب عليه ان ما يعني اللي بيتم، يعني واحد صحفي بيستفزك يقول لك انت خسرت صن داونز ومش عارف النهارده، قال لك انا حاصل على بطوله الدوري. ايه يا ابو دوري انت؟ يا مجنون في عقلك انت؟ النادي الاهلي يستحق ياخد الدوري، لكن مش بايدك انت، مش انت السبب، لا انت خربتها، لا انت قعدت، لا انت جبت لنا الضغط على صارتي. كل مباراه نكسب بعد الدقيقه 90، كل مباراه نكسب بعد الدقيقه 90 وقاعدين على اعصابنا وحرق الدم.
المهم قال لك ان انا طالبت بمجموعه من اللعيبه من اداره النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ما وافقش. السبب الكلام ده معناه حاجتين، ان مجلس اداره النادي الاهلي ما حاطط في حسبانه ان لاسارت مش هيكمل لانه مش جايب له القماشه من وجهه نظري اللي هو طلبها، فانت مش هتقعد معانا فتره طويله، ده لو كلامه حقيقي يعني. اللي يؤخذ على لاسارت بقى اللي ان هو بيحمل الاداره فشل. يعني انت النهارده لما تقول لي قلت الاداره تجيب لي فراوده ومش عارف ايه بتحمل الإدارة. طب انت كنت فين يا عم؟ ده الشطره بتغزي البروج حمار زي ما بيقولوا يا عم لاسارت لا مؤاخذه يعني. فالنهارده مجلس وبرضه يعني عتاب على مجلس اداره النادي الاهلي لما انتوا شايفين ان لاسارتي ما بتجيبوش له لعيبه اللي هو عايزها، ده مجرد تساؤل عتاب وبطرح تساؤل. بتكملوا مع لاسارتي وبتخلوا لاسارتي يكمل، ما قلتلوش متشكرين مع الف سلامه ليه، انتوا يعني حاطينه من اليمين الباطل زي ما بيقولوا يعني. لكن انا في ظهر مجلس اداره، فمجلس اداره النهارده يعني خلال الساعات المقبله هيجتمع مجلس اداره النادي الاهلي علشان ياخدوا قرار باقاله لاسارتي. قال لك مجلس اداره النادي الاهلي هيعقد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبله لدراسه مصير الارجواني لاسارتي. انا لو لاسارتي مكمل مش داعم لاسارتي تاني، هو النادي الاهلي ومجلس ادارته هيجتمع يقول لك لاسارتي باي باي، وانت فين يا عم عدلي يقيعي؟ احنا ما بنقطعش في بعض ولا بنهاجم بعض، احنا عم عدلي يقيعي لسه امبارح اول امبارح يوم الخميس طالع عدلي يقيعي يقول لك، ولا كان يوم الخميس طالع عدلي يقيعي. بلاش كده، خلي الجمهور جمهور، خلي الناس اللي شغاله في اللجنه الفنيه، بلاش احنا كسبانين وفرحه فرحانين يا عم بالفوز، بس لما يبقى يفوز على بطل حقيقي، لما يفوز على فرقه حقيقيه لها قيمه. لكن النهارده ما بقاش شايف سلبيات وما طلعش ما اتكلمش، والناس ما تكونش شايفه سلبيات بين كل الناس، يعني الواحد بيفهم 1% في الكوره عارف السلبيات يطلع يتكلم، ومن حق الناس تتكلم لان الناس دي بتتكلم خوف على النادي، حب في النادي، عايز النادي احسن نادي في الكون. فالنهارده انا من دلوقتي مش داعم لاسارتي تاني. مجلس اداره الاهلي انا منتظر منه قرار واحد بس، اقاله لاسارتي، لاسارتي نقول له متشكرين. وده مش وجهه نظر انا بس، ده وجهه نظر جماهير الاهلاويه على مستوى الوطن العربي مش بس في مصر، ومعظم النقاد اللي لهم علاقه بالنادي الاهلي او محبين للنادي الاهلي شايفين ان لاسارتي كده مع السلامه يعني. فانا من دلوقتي ليش هتكلم في حق لاسارتي كلمه حلوه ابدا، كنا قبل كده بنبقى المستوى وبندعم وبنزق عشان نقول المركب تمشي، لكن بالطريقه دي احنا مركب مش ماشي، المركب هتيجي في وسط الطريق وتروح غرقانه بينا تاني اكتر من خمسه، والفضيحه اللي طلعنا بقى مش هينفع، مش ما نتحملش، احنا كجماهير مش بتوع الخمسه والارقام دي والقرارات التانيه، احنا المواد نمو يجينا الضغط نروح فيها، مش بتوع الكلام ده. فالنهارده مستني يعني قرار واحد من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب ان يقول لاسارتي متشكرين اقاله حسابك اهو اتوكل على الله. فقال لك ايه مارتن لاسارو المدير الفني بعد الخروج من كاس مصر، قال لك ده بقى قرار مجلس اداره الاهلي، قال لك مجلس اداره النادي الاهلي يعني خلاف، قال لك بقى خلافا لا ده النهارده مفيش خلاف، قال لك يا شيخ مجلس اداره النادي الاهلي خلافا وضعا حول مصير لاسارتي اذ يطالب معظم اعضاء المجلس بصوره بضروره اقاله المدير الفني بعد الخروج من الكاس، خاصه ان المدرب الارجواني فشل في اداره الاهلي خلال المواجهات الكبرى كما خرج مع الفريق في بطوله الدوري ابطال افريقيا بشكل بالخساره 5 من صن داونز، طلب اعضاء مجلس اقاله لاسارتي. ف الناس اللي خايفه على قصه لاسارتي والنادي الاهلي بقى بعد لاسارتي واحنا داخلين على دوري وبطوله افريقيا، لا ما تخافوش عندنا وقت كافي بقى بعد ما خرجنا من كاس مصر بقى قاعدين فاضيين، عندنا وقت كافي، عندك مباراه العوده يوم 23 مع اطلع بره، ولو جبت سيد عبد الحفيظ بتاع مدير الكوره مش هنقول محمد يوسف مش هنقول عماد النحاس، لو سيد عبد الحفيظ ادار المباراه هنكسب لنا يعني هدف اتنين تأهل حلو. عندك بطولة السوبر مع الزمالك يوم 18 تقريبا، يوم 18 سبتمبر الشهر الجاي، يعني قدامنا شهر. والدوري هيبدأ يوم 19، هنتلعب يوم 20 23 22، لسه قدامك أكتر من شهر أو شهر. حلو؟ ممكن تلعب لك مباراة كمان في دوري أبطال أفريقيا أو مباراتين خلال الفترة دي مع فرق برضه طالعة من دور 32 فرق على قدها برضه ولسه ما دخلتش دور المجموعات والفرق الجامدة والفرق القوية. فانت في فترة الشهر ده تقدر تجيب مدرب محترم، مدرب اجنبي يمشي الدنيا، وعلى ما يبدا يتعرف على اللعيبه، على ما نبدا نخش في الدوري، على ما نبدا نخش في الادوار الجد ده دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، نبقى ظبطنا نفسنا و100 فل و10 كده، ونبدا على نظافه واعصابنا تبقى هاديه، وخلاص احنا طلعنا من كاس مصر، ويعني كنا عايزين ننكد على المنافس لكن قدر الله وما شاء فعل. وبطولة الدوري الحمد لله ان احنا خدناها، لكن أسوأ ما في هذه الخسارة أنها خسارة من نادي بيراميدز.
ده للأسف. تعالوا ناخد بقى بعض التعليقات بخصوص المباراة. أولا علاء صادق، علاء صادق علق وهاجم جهاد جريشة، قال لك جهاد جريشة أخرج الأهلي من الكأس كالعادة، وده طبعا ده ضربة جزاء أثرت على نتيجة المباراة. جرائم ركلات جزاء وإنذارات لا تحتسب ضد بيراميدز، ولهمسات ضد الأهلي لا تمر. سمير عثمان وذروت نجح في أول مهمة، مبروك للشر. برضه بخصوص الإنذارات اللي حصل عليها النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي النهاردة، لعيب بيمسك من فانيلا ما تستاهلش إنذار، لعيب يزوق ما تستاهلش إنذار، لكن أيمن أشرف ياخد إنذار أول عشان مسك الفانيلا، وعمرو السولية ياخد إنذار عشان زق، ولعيب الأهلي اتزقت واتبهدلت. لكن هنا يقول لك أصل دي هجمة واعدة، هجمة واعدة فين من نص ملعب بتاع النادي الأهلي؟ فين؟ هو اللاعب داخل الهجمة واعدة من نص الملعب من قبل منطقة الجزاء ب 10 ياردات وفي زق وبتاع، يقول لي هجمة واعدة عشان ياخد. طب ما هو اللي بيتزق هناك في بيرمس بيزق، ما حدش سأل فيه ولا حد قدام إنذارات، لكن جهاد جريشة ما بيشوفش غير اللون الأحمر. ده بالنسبة لعلاء صادق لما اتكلم عن جهاد جريشة. برضو من ضمن تعليقات علاء صادق على المباراة قالها، هل عرفتم الآن لماذا اجتهد هاني أبو ريدة لرفع الإيقاف عن الحكم الفاسد جهاد جريشة؟ وهل عرفتم لماذا فرحت شخصيا بإيقافه؟ جريشة أكبر عدو للأهلي عبر 12 عام، وإدارة الأهلي المتتالية نائمة ومنبطحة، والفريق والجمهور ضحية. ده تعليق علاء صادق على موضوع جهاد جريشة وعودته تاني للتحكيم بعد ما توسط ليه الاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبد الفتاح وهاني أبو ريدة. أما بالنسبة لأسامة السويسي، أسامة السويسي علق على مباراة النادي الأهلي وابتدى من الشوط الأول اتكلم فيه وقال لك ركلة جزاء واضحة اللي هي لمسة اليد اللي فيها كلام، خطأ لرمضان على حدود منطقة الجزاء، تسلل وهمي على معلول، لمسة يد على علي جبر، حصيلة أخطاء شوط واحد، والجهلة يقولون جهاد جريشة أهلاوي، ربنا يشفي. أنا كنت بتكلم عليه جهاد جريشة اللي بيهاجموه، هو مين اللي بيهاجم مين ومين اللي الله يسامحكم الله يسامحكم. أسامة السويسي علق وقال لكل من يسأل لماذا لم يعترض الأهلي على جريشة؟ طيب والأجانب الذين حكموا مباراتي الدوري هل يختلفوا عن جريشة؟ مباراتي بيراميدز في الدوري الأجانب اللي جايين كانوا إعارات من السعودية. السؤال الحقيقي، أين حكام النخبة بمبارياتنا؟ ولماذا الإصرار على استخدام المتواضعين؟ لأن إحنا أولاد البطة السوداء يا عم أسامة السويسي، لأن إحنا بناخد بطولات حرام يا عم أسامة السويسي. قال لك علق وقال لك مبروك يا جريشة، شكرا لسارتي، البقاء لله في الكرة المصرية، الشاي بالياسمين يحكم. ده ومع بداية الشوط الثاني ركلة جزاء للشحات، وكالعادة جهاد جريشة من بنها مع احترامنا كل الناس، من بنها يعني عامل نفسه مش واخد بقى، وانا عامل نفسي نايم على رأي البت على محمد هنيدي في فيلم مش عارف ايه. سامحوني يا جماعة والله انا في حالة لا يرسى لها. وشجاعة في ضرب ايمن اشرف كعدته في مباراته امام الاهلي، ده جهاد جريشة. ويقولون التحكيم غير مؤثر، مبروك عليكم الشاي بالياسمين يا جبلاية العار. ده اما بالنسبه لعبد الناصر زيدان بقى على هذا، يعني عبد الناصر زيدان المباراه كان توقع فوز بيراميدز على النادي الاهلي، وبعد المباراه قال لك هذا لا يمنع يعني توقعه ان جهاد جريشه كان سيئا ومتوترا بدون سبب. اقول لك انا السبب يا عم عبد الناصر زيدان، سبب توتر جهاد جريشه، جهاد جريشه عايز يخسر النادي الاهلي بس مستني يطلع فرصه كده متداريين فيها حلوين ما حدش ياخد بقى يعدي منها. لكن يروح فين؟ تروح فين الشمس من على قفا الفلاح يا حبيبي على رأي بهز بيه؟ لكن انكشفت عن ضربة جزاء الناس هيطلع علينا بتوع البليلة يقول لك النادي الأهلي وجهاد جريشة جامل النادي الأهلي ومفيش ضربة جزاء، بكرة نشوف. عبد الناصر زيدان على وقال أسوأ ما في المباراة التصوير المقرف جدا مالناش دعوة بيه، لسارتي الفاشل، جهاد جريشة المتوتر. طب ما تقول عليه فاشل يا عم، ولا أنت خايف يا عم عبد الناصر زيدان. أما بالنسبة للممثل نبيل الحلفاوي، اقتراح بقى نبيل الحلفاوي قال لك اقترح بحل عاجل مؤقت ان اتخذ قرار بشكر لاسارتي، وده اللي انا قلت لحضراتكم عليه، لاسارتي نو دعمي خالص، خلاص انت القصه انتهت. جوزيه في مهمه مؤقته بمساعده علي ماهر كمدرب، وهو جوزيه قاعد لك يا عم على قد ايدك يا عم نبيل حلفاء، ما هو لو جوزيه يرضى يدرب في الفيلم انا اتمنى عوده جوزيه تاني، بس هل سنه، هل الذاكره بتاعته، هل يقدر يعني عنده اللياقة إنه يحضر زي ما كان بيعمل مع اللعيبة ويبقى يتحرك مع اللعيبة والكلام ده كله؟ ده اللي أتمنى إنه جوزيه يرجع، بس مش فترة يرجع على طول. جوزيه في مهمة، وبعدين مش جوزيه بتاع المؤقت يا عم نبيل حلفاوي، جوزيه في مهمة مؤقتة بمساعدة علي ماهر كمدرب عام إلى حين الاستقرار على مدير فني جديد.
طب واجيب جوزيري وانا عنديش مباراه مستاهله وجع، ما اجيب عماد النحاس يا عم يقعد ويشتغل مع مدرب اجنبي ومدرب عام وخلصت القصه. الحين استقر على مدير، صلاح محسن ينتقل الى رقم واحد كرة. هو بالعافيه، ما المدرب اللي هيجي وهنشوف، قدامنا شهر يا عم، هاتوا لنا بتاع باب القيد هيفتح هيقفل، كان 29 29 اغسطس هيقفل 29 الشهر ده، كان 29 يوليو هيقفل 29 اغسطس، لسه قدامنا بتاع 15. شوف لنا راس حربه حبيبي، احبك حبيبي، شوف لنا راس حرب. صلاح محسن ينتقل الى راس حربه رقم واحد كراس حربه واستخدام راس حربه مميز. ايوه انا معاك في كده يا عم نبيل. اذا عجبك الفيديو ايها الساده المشاهدون اضغطوا لايك وشاروا الفيديو على صفحتكم على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.